السلام عليكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الهوريزونتال كيبل ليميتيشن. أول حاجة all link component must be from same category، لازم كل الكومبوننت بتاعة اللينك تكون من نفس الكاتيجوري عشان تكون شغالة على نفس السرعة. طب يعني ايه نفس السرعة ونفس الكاتيجوري؟ هنشوفها بعد شوية. اللينك سبيد according to the lower part of its component، لو عندي كل الكومبوننت من نفس الكاتيجوري مثلا كات 6a ما عدا كومبوننت منهم بس عبارة عن كات 3، وطبعا الكات 6a سرعة نقل البيانات فيه أعلى بكتير من الكات 3، فبسبب إن عندي كومبوننت واحدة كات 3 يبقى كل اللينك هتبقى سرعته نفس سرعة الكات 3. فلازم اخلي بالي كويس قوي. متقلقوش، هنشرح الكاتيجوري بعد شوية في الفيديو ده ان شاء الله. النقطة المهمة جدا طبعا زي ما قلنا ان الماكسيموم لينك لينس طبعا ما يعديش ال 100 متر، ولو هنقيس ما بين الاوتلت وبين الراك يبقى 90 متر. طيب احنا عمالين نقول لينك لينك لينك، يعني ايه بقى لينك او ايه هو اللينك؟ اللينك دوت هو عبارة عن ايه؟ بيبدأ من الباتش كورد اللي هي متوصلة من الاند ديفايس او من الاكتيف ديفايس لحد ال RJ45 اوتلت، بعد كده بيكمل في ال RJ45 اوتلت، بيمشي في كابل في الحيطة اللي هو اللين كيبل ما بين ال RJ45 اوتلت لحد الباتش بانل اللي جوه الراك. دخل الباتش بانل جوه الراك اللي هي بتتكون من مجموعة من ال RJ45 outlet زي ما قلنا. بعد كده عندي باتش كورد ما بين الباتش بانل اللي هي جوه الراك لحد اللين سويتش برضو اللي موجود جوه الراك. يبقى اللينك هو عبارة عن الهوريزونتال كيبل من الآخر، يعني من أول الأكتيف ديفايس الأولاني لحد الأكتيف ديفايس التاني، يعني ما بين البي سي لحد السويتش. تعالوا بقى نتكلم عن الكاتيجوري. يعني ايه كاتيجوري؟ الهوريزونتال كيبل اول ما اتصنعت كان ليها بيرفورمانس معين، وكل ما يحصل تطوير تكنولوجي البيرفورمانس ده بيتغير، بيبدأوا يعدلوا في الكابلات ويحسنوا فيها عشان تواكب التقدم اللي بيحصل. فالكابل او اللان كيبل في بارامتر مهم قوي هو اسمه الكاتيجوري، والكاتيجوري هو عبارة عن البرفورمانس والكابابيلتي بتاعت الكابل. وزي ما قلنا ان سرعة اللينك او النتورك بتتحدد بسرعة اضعف حتة فيها، وما ينفعش نحط كابل كات 3 وسط كابلات كلها كات 7 مثلا او كات 6A، فكده انا حطيت كابلات نظيفة وكابلات حلوة جدا اللي هي الكات 7 او الكات 6A وما استفدتش بيها. عندنا هنا اول بخترعه كان فيه كات 1 وكات 2 وكات 3 وهكذا لحد ما وصلوا للكات 7 والكات 8. الفرق بين كل كات واللي بعدها هو حجم الداتا ريت اللي الكابل يقدر يشيلها والباندويتس بتاعت الكابل. يعني انت من الاخر كده لو عندك خرطوم كبير هيطلع ميه كتير، لو عندك خرطوم صغير هيطلع ميه قليله. ده برضو اللي بيحصل في الكابلات، لو عندك كابل يقدر يشيل داتا ريت عاليه بالتالي هتقدر تنقل بيانات كتير بسرعه عاليه، والعكس بالعكس. وطبعا كل ما الكابل بيتطور كل ما البرفورمانس بتاعته بتتحسن عشان يشيل داتا ريت اعلى. لو لاحظنا هنا كده في الداتا ريت هنلاقي الاول كان يقدر يشيل 1 ميجا، بعد كده بقت 4 ميجا، بقت 10 ميجا، بقت 16 ميجا، وهكذا لحد ما وصلوا ل10 جيجا. لكن الحاجة المشتركة ما بينهم كلهم ان الماكسيمم لينس هو 100 متر، دي ثابتة في كل الكابلات المستخدمة في الهوريزونتال كيبل. وبرضو عندنا التويستد بير كل طرفين
ملفوفين على بعض عاملين بير، وهنا حاطط الابليكيشن اللي اقدر استخدم فيه كل نوع من الكابلات دي. دلوقتي في المشاريع الجديدة بيحط لك شرط في المواصفة بتاعة المشروع مينيموم تستخدم كابل كاس 6A، مش أقل من كده، عشان هو عامل حسابه إن النتورك دي هتشتغل لعشرين سنة قدام على الأقل. والله أعلم التكنولوجيا هتوصل لإيه طبعا قدام. طيب إيه الفرق بين كل كات واللي بعده؟ الفرق بيكون في مواصفات النحاس والعزل والتويستد بتاع الكابل عشان يقدر يشيل داتا ريت أعلى زي ما احنا شايفين كده. طيب تعالوا نشوف بقى أنواع الكابلات من حيث البروتكشن والشيلد. أول نوع عندنا يو على يو تي بي، ده معناه إيه؟ أول حرف بيكون خاص بالأوفرول كيبل، الكابل ككل. تاني حرف بيكون خاص بكل بير. طيب يعني ايه بقى يو على يو؟ يو يعني unshielded، يعني كل بير معلهوش شيلد والكابل ككل معلهوش شيلد، ودوت اشهر نوع مستخدم في المشاريع. وانشيلد يعني مفيش اي نوع من الحماية ضد الالكترومغنيتيك انترفيرنس. في نوع تاني اعلى منه شوية، يو على اف. اليو يعني unshielded بالنسبة للكيبل ككل، الاف معناها ان كل بير عليه طبقة فويل. النوع اللي اعلى منه شوية اف على يو، الاف يعني الاوفرول كيبل عليه طبقة فويل زي ما احنا شايفين كده، لكن كل بير unshielded يعني معلهوش طبقة حماية. النوع الرابع اف على اف، يعني الاوفرول كيبل عليه طبقة فويل وكل بير عليه طبقة فويل برضو. والنوع دوت بيستخدم في حالة الداتا ريت الكبيرة، لأن كل ما تكبر بيبقى صعب تحافظ عليها جوه الكونتينر، فبحط فويل على كل بير وفويل على الكيبل ككل، لأن السيجنال بتكون حساسة قوي للإلكترومغنيتيك انترفيرنس اللي ممكن تكون بسبب كابلات الكهرباء، بسبب شواحن، بسبب مواتير، بسبب موبايلات، بسبب أي حاجة. عشان أحافظ على الداتا أو أحافظ على السيجنال، يا إما أقلل طول الكابل يا إما أزود شيلد عشان أحسن البرفورمانس بتاع الكابل دوت. خامس نوع والأخير هو S على F. النوع دوت هو الأفضل على الإطلاق، لأن هنا الأوفرول كيبل بيكون عليه شيلد وكل بير بيكون عليه فويل، فمستحيل يتأثر بالإلكترومغنيتيك انترفيرنس. بس طبعا ده سعره غالي جدا جدا جدا، ممكن سعر المتر الواحد منه يوصل ل3000 جنيه. وطبعا النوع ده من الكابلات بيستخدم في الأماكن اللي فيها إلكترومغنيتيك انترفيرنس عالي جدا، وببقى مضطر ان انا استخدم النوع دوت عشان احافظ على السيجنال بتاعتي وعشان انقل داتا ريت عالية. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الديستريبيوشن بتاع الاستراكشر كيبل، ونعرف ازاي نوزع الاوتلت في المشروع اللي عندي. شكرا.